كل عام كتكون واحد كومبيتيسيون ناسيونال ديال اناكتوس ايمي. كيف ما قلت لك اناكتوس اناكتوس عند سي تان ريزون يعني كاع لي زيكول في المغرب ولا كاع لي زونيفرسيتي عندهم واحد اناكتوس ديالهم. وفي الاخر العام كتكون واحد كومبيتيسيون كبيره كتشارك فيها ابوفخي 55 ايكيب من المغرب كامل، وكاملين كيشاركوا بلي بروجي ديالهم على حسب لينوفاسيون على حسب الامباكت سوسيال اللي داروا. كيشاركوا بحراب واحد اللي كيديها اللي كيمثل المغرب في لا كومبيتيسيون انترناسيونال اللي هذا العام غادي تدار في كازاخستان. اناكتوس هي عباره عن واحد الكومبيتيسيون اترافير لاكيل اون اكسبلوات دي بروجي انوفون. كنديروا دي بروجي اللي الهدف تاعهم هو الهدف المادي بيان سور، ولكن الاهم هو الهدف مساعده الناس ولمس زعما باش الحاجيات تاع المجتمع ديالنا. يعني كنطلقوا من الحاجيات وكنحاولوا نعرفوا شنو المجتمع ديالنا شنو خاصو شنو ناقصو، وعبر هذه الحاجيات كنحاولوا نخترعوا ونديروا دي بروجي اللي كيلبيو الطلبات تاع هاد الناس هادو. البالماريس ديال اناكسيس ايمي، حنا اناكسيس ديال المدرسه المحمديه للمهندسين، ديناها ديجا 8 د المرات من 2009 دوبوي سا كرياسيون. ديما كتمثل الحمد لله وكتشرف بالمغرب على شال ناسيونال وعلى شال انترناسيونال عبر المشاريع ديالها التنمويه وعبر سي بروجي اللي كيثيروا الانتباه تاع مجموعه من رواد الاعمال، مجموعه من كبار المهندسين وغيرها من الناس. والحمد لله الاثر تاع الانجازات ديال اناكتوس ايمي وصلوا وقاس الناس اللي في لي كومينوتي رورال، الناس اللي فعلا بحاجه لهاد المساعدات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ايضا. شاركوا بدي بروجي، حنايا العام كامل كنخدموا على بزاف لي بروجي و سا ديبون ديال لامباكت سوسيال. كيف ما قلنا كنبريزونتيو دي بروجي منهم، بحال هذا العام بريزونتينا 3 بروجي. البروجي الاول سميتو تدفي، اللي تو سامبلومون كنديرو بحال دي برودوي كوزميتيك سوا الصابون ولا شامبوان مخدمين بحال التورتو داركان تازكموت اللي هو بحال كيف ما كنسمو لي داشي اللي كيبقاو من اركان. كاين البروجي الثاني اللي خدامين عليه ايبيك اللي هو بحال كنخدمو على لامبيرميابيليزاسيون ديال الحوايج، كنخدمو بحال لا سيري دافي وكنخدمو بها بحال سواء كان امبيرمياليزي الحوايج بهم ولا كنديرو ديجا حوايج اللي حنا كنبيعوهم الاول اللي كيكونوا امبيرمياليزي. كاين واحد بروجي ثالث اللي سميتو نيا، اللي تو سامبلومون هو واحد لابليكاسيون توريستيك سورتو دابا مع المغرب غادي يحتضن الكومبيتيسيون ناسيونال كاس العالم في 2030 وكاس افريقيا في العام الجاي. دونك غادي يكون واحد الاقبال سياحي اللي كبير. دونك حاولنا حنايا بحال تكون واحد ليكسبيريونس اوتونتيك للتوريست اللي جايين من برا، وهذا اون سو بازون على بزاف د الحوايج. ما بغيناش نكونوا بحال لي كونكورون ديالنا ولا شنو ما كان، كنخدمو وكنحاولوا نلقاو حتى بحال نقولوا سبوتس ولا بلايص اللي ما اكسبلواتينش بزاف في المغرب، وكنحاولوا هما اللي نبازيو عليهم ليكسبيريونس توريستيك كامله بحال التوريست ديالنا يشوف كلشي. هادشي كونسيرنون هادشي باش غادي نمثلوا المغرب في الكومبيتيسيون انترناسيونال العام الجاي اللي غادي تقام في اكتوبر في ميليو دو تالو 4. Générant ainsi un chiffre d'affaires de 1 840 000 euros.